بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبيه الكريم. أيها الإخوة الأحباب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وددت أن ألفت انتباهكم أن كوكب الأرض سيشهد إن شاء الله في فبراير القادم 2023 رؤية مذنب فضائي يرجع العلماء إمكانية رؤيته بالعين المجردة، حيث أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا عودة مذنب فضائي لامع يمر بجانب كوكب الأرض، والذي يعمل على إضاءة سماء الليل أثناء وجوده داخل مدار المشتري. ومن المقرر أن يقترب من الشمس في يناير 2023 وفقاً لما جاء بصحيفة ديلي مير البريطانية. يمكن التنبؤ بالمذنب الفضائي إذا استمر في السطوع، ويمكن رؤيته بالعين المجردة أو باستخدام المناظير والتلسكوبات. ويسمى هذا المذنب C2022A3، وذلك إشارة لوقت اكتشافه في شهر مارس 2022. وظهر آخر مرة هذا المذنب على كوكب الأرض خلال العصر الجليدي. هل يعتبر هذا المذنب من وجهة نظري بداية حقبة جديدة وتغير مناخي جذري للعالم بأكمله، خاصة بعدما ظهرت عاصفة جليدية في الولايات المتحدة الأمريكية لم تشهد أمريكا مثلها منذ 40 سنة؟ ومن المقرر أن يقترب من كوكب الأرض بنحو 42.5 مليون كيلومتر، تعادل 28% وحدة فلكية. والوحدة الفلكية أعزائي المتابعين هو متوسط بعد المسافة بين الأرض والشمس، ويقدرها العلماء ب 150 مليون كيلومتر. والجدير بالذكر بعد البحث عن هذا المذنب وجدنا أنه يدور حول الشمس كل 50,000 سنة، أي في الحقبة الجليدية. ومن الغريب أن الصور التي ظهرت لهذا المذنب أنه مذنب معتم للغاية، يشبه صخرة كبيرة، ولكن عند اقترابه من الأرض على بعد 26 مليون ميل يمكن رؤيته. وأشارت الجمعية الفلكية في جدة أن ميل مدار المذنب بالنسبة لمدار الأرض حول الشمس بزاوية حادة، وذلك يجعل المذنب يدور حول الشمس بالاتجاه المعاكس. وبالتالي إذا رأيت سيارة قادمة من الاتجاه المعاكس ستكون سرعتها سرعة السيارة بالإضافة إلى سرعتك أنت. فإذا كانت الأرض تدور من الغرب إلى الشرق ويأتي المذنب من الشرق إلى الغرب، فسوف نجمع السرعتين، لذلك ستكون سرعة المذنب هائلة جدا عبر السماء. وأكدت الجمعية الفلكية في جدة أنه سيبقى في سماء الليل لمعظم رحلته عبر الجزء الداخلي من النظام الشمسي. وبالنسبة للراصدين في النصف الشمالي من الكرة الشمالية للأرض، سنشاهد المذنب حتى نهاية إبريل 2023، يعني مع بداية شهر رمضان 2023 تقريبا. أما الراصدون في نصف الكرة الجنوبي يمكن رؤيتهم هذا المذنب حتى أوائل شهر أكتوبر، يعني تقريبا 7 أشهر من شهر 2 فبراير إلى بداية شهر أكتوبر. والمذنبات بشكل عام هي عبارة عن كتل من الجليد والحجارة والمعادن، وعندما يقترب هذا المذنب من الشمس تنصهر الصخور والجليد ويمتد له ذيل طويل يكاد يصل في بعض الأحيان 160 مليون كيلومتر، وهذه المسافة هي متوسط المسافة بين الأرض والشمس. الأمر الأهم، كيف استنتجنا تاريخ وصول المذنب قبل تصريح وكالة ناسا؟ الإجابة في هذا البحث الذي تم نشره في صفحة الطارق في 26 ديسمبر 2022، وهو كالتالي. يقول ابن مسعود: تكون علامة في صفر ويبتدئ نجم له ذنب. إذا حسبنا حروف الكلمة التي بعد حرف العطف واو كلمة يبتدئ، وهي مكونة من 5 أحرف، فإذا افترضنا أن عدد الحروف يشير إلى عدد الأشهر بعد العلامة التي كانت في 12 صفر، وبما أن شهر صفر هو الشهر الهجري الثاني وبإضافة 5 أشهر، فإن الموعد يكون 12 رجب، ولكن هذا الاستنتاج لا يكفي، لذلك دعونا نتأكد أكثر. حساب جمل كلمة يبتدئ 417، عند جمع الأرقام 7+1+4 النتيجة 12، فهل هذا يعني 12 رجب؟ دعونا لا نستعجل أيضا وتأملوا الآتي: 12 رجب أي 12/7، حساب جمل 12/7/217 هو 758، وهذا الرقم هو حساب جمل النجم الثاقب 758. وعندما نقوم بعملية طرح حساب جمل رجب 205 من حساب جمل رمضان 1091، فإن النتيجة هي 886، وهذا الناتج هو حساب جمل الآية وإنه هو رب الشعراء 886. وحساب جمل 886 688 هو 1677، وهذا الرقم هو حساب جمل فارتقب إنهم مرتقبون 1677. ماذا نرتقب؟ تأملوا. حساب جمل 1677 7761 هو 758، وهذا الرقم هو حساب جمل النجم الثاقب 758 أيضا. وحساب جمل الشعرى اليمانية 758، وحساب جمل النجم الثاقب 758.
ولكن ما هي علاقة هذا المذنب الذي سوف نراه في بداية فبراير الموافق 2023 الموافق 12 رجب كما استنتجنا ذلك من الأرقام وكما صرحت بذلك ناسا أيضا؟ ما علاقة هذا المذنب بالشعرى اليمانية؟ وهل هو علامة أخرى بعد علامة صفر لحادث آخر مرتبط بنجم الشعرى اليمانية؟ وهل هذا المذنب هو الطارق أم هو علامة أخرى وبداية أولى لوصول الكثير من المذنبات الأخرى؟ لا ندري، فكل الاحتمالات واردة. يقول الله تعالى: وما أدراك ما الطارق. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، والسلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. وقالوا: يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين. وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. كذلك نسلكه في قلوب المجرمين. لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون. لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين. وحفظناها من كل شيطان رجيم. إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم.